وبأولى فقراتنا الصباحية وبمساحتنا الصحية لليوم رح نتعرف أكثر على أهم الإجراءات الوقائية بمرض سرطان الثدي. أكيد ضيفتنا لليوم اختصاصية الصحة العلاجية الدكتورة نور مانسترلي. صباح الخير يا نور. صباح النور. هلا هيك ظلم نور نور يعني دائما هيك نحن دائما صباحات اللي فيها نورين نور بيعطي هيك بيكون صباح غير شكل. وأنت دكتورة جزء من صباحاتنا الحلوة. أهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبداية قبل ما نفوت بالتفاصيل الأطعمة اللي هي فعلياً فيها جزء كبير من الوقاية، أساساً ستايل الحياة كمان بيلعب دور والغذاء بيلعب دور بشكل كتير كبير. خلينا نحكي بالبداية عن الأخطاء الشائعة بنظامنا الغذائي، لأنه يمكن حكينا معك كتير وما زلنا، لأنه الناس بتسمع بس للأسف ما بتنفذ. بنقول هذا الحكي كتير حلو صح بس عملياً ما بنطبقه. صح. هلا أنا بالحياة الواقعية اللي أنا عم شوفها وعم عيشها، خصوصاً أقرب الناس لإلي، يعني هنا المفروض انه هن شوي يتعلموا من الاشياء اللي بحكيها، يعني مينيموم نحكي نحن على الدائره الصغيره، فكيف على الدائره الكبيره؟ انا بشجعوكي على نظامهم العكس. لا مو هيك، هن انه اوه كيف قدرانة تطبقي ونحن حنبلش من بكره وهيك. بكره ما عم يجي. بكره ما عم يجي صح. المشكله انه بكره طبعا النظام الغذائي ما بيجي. هلا شوفي، احنا ما بدنا ناخذه انه هو عقوبه لنا. النظام الغذائي انه انت تكوني عم تاكلي، يعني هو طريقة تفكير جديدة، تكوني عم تقدري تاخدي كل المغذيات المناسبة لصحة جسمك بس بالكميات المقبولة. يعني نحن ما عم نقول نكون محرومين من كل شيء، أكيد الزيادة بالوزن بتلعب دور. الأشخاص اللي عندهم مثلا 50 كيلو زيادة غير الأشخاص اللي جسمهم حلو. صحيح. واللي ما عندهم دهون زائدة، يعني هدول أكيد ما حنحرموا الأكل، بس في أشياء أكيد لازم نحرمها من نظامنا الغذائي، نحرمها نلغيها من النظام الغذائي لحتى نلاقي بس نتيجة عند الأشخاص اللي بيعانوا من زيادة وزن. نظام الغذائي بشكل عام هو طريقة تفكير جديدة صحية، كيف نحن بنقدر نعمل كنترول ونتحكم بشهيتنا ونكبحها ونتناول كميات بتناسب معدتنا وهضم المعدة، بنفس الوقت توقينا من مجموعة من الأمراض اللي عم نعيشها، لأنه نحن كل فترة زمنية عم نعيشها أكثر، كل ما عم نتعرض لأمراض أكثر. طريقة الأكل وطريقة يعني مثلا ما كنا كثير نسمع من قبل سرطان الثدي بكمية كثير كبيرة. هلأ الإحصائيات تبع الـ WHO بتأثبت بسنة 2020 أنه أكثر من 6,800,000 سيدة حول العالم انصابت بسرطان الثدي. فتخيلي قد ايه عم تتسارع الوفيات ونسبة الوفيات. شو هي الأخطاء اللي يمكن نحن ما بننتبه للأخطاء؟ تمام. هلا مثلا نحن بنقول إنه نحن لغينا السكر من حياتنا، نحن صرنا نحط بدل السكر الأبيض معلقة عسل. ما هو اذا نحن بنقارن العسل بالسكر، صحي عسل طبيعي سكريات طبيعيه، بس معلقه العسل الطبيعي تحتوي على 68 كالوري سعره حراريه، اما معلقه السكر الابيض تحتوي على 45 كالوري، ففعليا العسل فيه كالوري اكثر من السكر. او بنقول انه نحن عم ناخذ السكر الاسمر بدل السكر الابيض. سكري السكر الاسمر نفس السكر الابيض بالسعرات الحراريه. طب السكري سكرين هلا مع الايام اكيد الرماد احسن من العمى مثل ما بيقولوا، بس حتى السكرين له مضار كثير على المدى البعيد. بس انا بفضل كسكرين كخطوه اولى لحتى نسحب طعمه السكر من جسمنا كخطوه اولى، بعدين شوي شوي حتى السكرين نتركه، او الستيفيا اللي هو سكر الفواكه مثلا. نحن مثلا بسال المريضه او الكلاينتس اللي جاي لعندي على العياده، مثلا انا قاطع كل شيء سكر، بس بحط قبل ما انام بتعشى صحن فواكه. طب اوكي كم قطعه في الصحن؟ فيه خمس قطع فواكه. طب كل قطعه فواكه هي بتعادل رغيف خبز. تماما. كل حصة هي بتعادل رغيف خبز، لأنه هي بالنهاية نشويات. حتى الفواكه لازم نحن نعمل كنترول عليها. أوه. يعني ما ناخد أكثر من 3 إلى 5 قطع خلال النهار. بس حسب أنواع الفواكه، أنا بعرف الموز يختلف عن التفاح، يعني نسبة السكريات هون تختلف. صح 100%. بس أنا بشوف الفواكه ما لازم نحرم حالنا من أي نوع فواكه، لأنه كل نوع بيعطينا غذاء معين وكل نوع بيعطينا فوائد وفيتامينات منوعة. نحكي يعني على الكمية يمكن. تماما مثل ما قلنا، من 3 إلى 5 قطع خلال النهار، مو بس على الوجبة الواحدة. بس هذا بيختلف عن مريض السكر يلي في اشياء ما لازم نتناولها. في كتير ناس بيقولوا انه نحن فصل الشتاء جسمنا ما بيطلب سوائل، بصير فيه تجفاف، ما كتير بيطلب اصلا سوائل. يعني هو بس بيطلب اكل، بيرسم لك اكل هيك اكل. تمام. فنحن هون مثلا بنكون عم نشرب كثير مي بفصل الصيف وبننسى انه نشرب مي بفصل الشتاء كمان. هذا بيلعب دور. فصل الصيف فيه طاقه ونشاط وشمس، بكون عندنا
حركه اكثر، بيكون عندنا طاقه اكثر لنمشي او نعمل رياضه. بفصل الشتاء الخمول لا، نحن بكل ايام السنه لازم نتبع نظام صحي، يعني مو بس بفصول معينه او عندي مناسبه فبلتزم بهالنظام الغذائي بنحف عليه وبعدين بترجع حليمه لعادتها القديمه كمان تخلص السهره. 100% يلبس الفستان هذا الشيء اللي نحن نظامنا الغذائي خاطئ. مثلا ما بصير نحن نخلط، يعني انا حاحكي عن رفيقتي، هي تجربه شخصيه، هي حاطه كانت قدامها قهوه وشاي وكولا، عرفتي ثلاث انواع كافيين وعم تشربهم كلهم مع بعض، وحامله سيجاره وارجيله بجهه ثانيه. هذا المزيج وهذا الخليط هذا الخليط كلياته خاطئ. يعني نحن هي عادات اللي ما بقدر بدي لازم اشوفهم كلهم قدامي. هي عادات خاطئه لانه نحن معوديننا. بعلم النفس بيقول لك ان العادات اللي نحن بنكتسبها خلال سنين حياتنا ممكن نحن نكتسب عادة جديدة صحية خلال 3 أسابيع، يعني من 21 يوم ل 40 يوم حتى فينا نغيرها تقريبا 100%. الخطوة الأولى لنغيرها 100%. هذا العقل الباطن بحاجة من 21 يوم ل 40 يوم لحتى أنت يا تبطلي عادة يا تكتسبي عادة جديدة. لهيك دائما بأنظمتنا الغذائية أول أسبوع بيكون كثير صعب، فأنا بنصح الناس إنه تبلش أول تعمل مثلا إذا أنا حابة غير نمط حياتي اكتفي بيوم كامل انا حط بلان، حط خطه، انا شو الخطه اللي بدي اعملها، شو الاطعمه اللي بدي اشتريها بحضرها. اول اسبوع بحاول اتخلص من السكر بدله بسكريات طبيعيه مثل ما قلنا، نظم اوقات الاطعمه الوجبات. الاسبوع الثاني بقى ببلش الجد، ببلش انه النظام الغذائي الصحي اللي هو على الفطور هيك، على الغداء هيك، على العشاء هيك، بيكون الجسم بلش يتعود شوي شوي. صح. هلا مثلا رح احذر شو، الناس بشكل عام بتبقى فتره طويله بالشغل، فلما بتبقى فتره طويله بالشغل بتعتمد على وجبه واحده. كمان اللي من الصبح للمساء ما ناكل غير وجبه واحده، فاكيد هالوجبه حتكون كبيره واكثر من ما بتهضم معدته. لهيك كمان لازم نعتمد نظام 6 وجبات، هي 3 وجبات اساسيه، فطور غدا عشاء، ولو شغلات كثير بسيطه، ولو كنا نحن بالشغل، وثلاث سناكات اللي هنا ممكن قطعه فواكه، ممكن مكسرات، ممكن اي شيء، بس هيدا التقسيم بالوجبات كثير بيعطي فرق بحياتنا ونظام حياتنا. نور خلينا نركز اكثر على موضوع سرطان الثدي. اليوم معروف انه بعد سن الـ40 ببلش هذا المرض، بيكون موجود، ممكن احنا نكتشفه بعد سن الـ40. في اطعمه احنا مفروض انه نبعد عنها نتجنبها وهي عم تكون عامل اساسي بتسبب هذا المرض. خلينا نحكي عن هذا النظام الغذائي ما بدنا نقول الخطير اللي بيسبب او بيساهم بظهور المرض. هلا انا بدي بس اقول، يعني هي وجهه نظري، سن الكشف المبكر لسرطان الثدي انا برايي ببلش من الـ30. عم ببلش هلا صار عم يتغير كل شيء حوالينا، يعني في اشياء عم ينضاف لها هرمونات لحتى تصير بسرعه، هذا كله عم ياثر، هي المواد كلها، المواد الكيماويه عم تاثر علينا. فمن سن الـ30 ببلش لازم الصبيه انها تهتم بهذا الشيء. يعني نحن شهر اكتوبر هو البريست كانسر اويرنس مانث، هو شهر التوعيه لسرطان الثدي. فانا بوجه رساله لكل صبيه بلشت بـ30، يعني ما تقول، ما تتجاهل هذا الموضوع لانه نحن معرضين لاي شيء بالحياه. لا لا شوف بسن اكثر صحيح، يعني ما نخاف لانه يعني نحن عم نفاول على حالنا، لا ابدا، هو نحن وقايه وحمايه لنا. هلا كل شيء مقليات اكيد هي خطره لصحتنا على جميع الاصعده ككانسر او اي نوع من الامراض. هيدي الماده اللي بتتشكل لما نحن مثلا بنقلي بطاطا مقليه، فلما بتنحرق او بتلتدع في هيك طعمه كرمله، هي الطعمه، هيدا اللون الاسود اللي بتشكل على اي نوع من المقليات ان كان جاج او الوجبات السريعه تماما. هيدا اسمها ماده الاكريلاميد. هي الماده هي سامه جدا وبتسرع بافراز الخيار او تسرع الخلايا، تكاثر الخلايا السرطانيه. فهي الماده كثير سيئه اذا نحن تناولنا مقليات، فاست فود، كمان السكريات، كمان هي بتزيد نسبة الدهون وخصوصا بمنطقة عند السيدات، منطقة أسفل البطن، هي المنطقة تراكم الدهون بمنطقة أسفل البطن أو الزناري اللي بيتراكم بأسفل البطن حوالين السيدات حتى عند الرجال هي خطرة جدا، لأنه بتعمل دهون حشوية، وهي الدهون الحشوية مع الأيام إما بتعمل
امراض قلبيه، دهون ترايجليسرايد، شحوم ثلاثيه مرتفعه جدا، او بتعمل مشاكل هرمونيه عند السيدات. والمشاكل الهرمونيه عند السيدات مترافقه او مرتبطه ارتباط كثير وثيق بزياده الوزن. كل ما زاد الوزن كل ما زاد خطر الاصابه بالامراض الهرمونيه، اضطرابات بالدوره الشهريه، مشاكل هرمونيه، افراز الحليب بكميات كبيره خصوصا عند الصبايا اللي عم نلاحظها بالفتره الاخيره، هذا الشيء كلياته بياثر للاصابه بسرطان الثدي. غير الاشياء الجينيتيك اللي هي اصلا وراثيه، كمان عندنا البيبسي يعني علامات تجاريه، نحن بنقول المشروبات الغازيه كمان هي نسبه السكريات والمحليات اللي فيها جدا عاليه، حتى اللي بيقولوا انه نحن عم ناخذ مثلا كولا دايت انه ما فيها سكر، صح ما فيها سكر بس فيها نسبه جدا عاليه من المحليات الصناعيه اللي بتخليكي بعد فتره كثير بسيطه ترجع الشخص يجوع. لما نحن بنجوع بدنا نرجع ناكل، فنحن بدنا نسمن، فنحن عم نضحك على حالنا فعليا انه نحن عم نضحك على حالنا عم ناخذ شيء صحي ما فيه كالوري سعرات حراريه ولا سكر، بس عم نضر حالنا بمجالات ثانيه. التدخين من أسوأ العادات اللي ممكن تساعد بسرطان الثدي. ما عجبهم الحكي الصبايا. لا انا ما بدخن، لا انا مبسوطه. او الارجيله. هلا انا احنا بالنهايه في ناس كثير بتدخن وبتارجل ما بيصير معها شيء، في كثير هي اساسا جينات اساسا في نقول مهيئه عند الاشخاص. نحن بنقول لانه حسب الدراسات الاخيره دكتوره نور ستايل الحياة لأنه مختلف، يعني ما كنا نشوف أهالينا وجدادنا لأنه حتى مناخ المدينة كله بيلعب دور. قبل كنا نشوف نسبة الأرياف كانت أوسع، الحياة الهواء نظيف، كله بيساهم حتى الأكل كله جزئيا بيساهم بانتشار هيدا السرطان. ومنا النظام الغذائي هي جزء كتير مهم لازم نحكي عنه. خلينا نحكي عن الأغذية المناسبة. خليني قبل بس نوه على شغلة، في عالم بيقولوا أنه هدول فواكه أورغانيك. يعني اورجانيك يعني هن معمولين ببيئه صحيه 100%، بس نحن ما بنعرف. هي صح ما فيها هرمون، الهرمون هو اللي بيضر صحيح، بس الاف دي اي اللي هي مثل ما بيقولوا الصحه يعني الصحه العالميه منظمه الصحه العالميه للدواء وهيك اثبتت او سمحت ب 20 نوع من المبيدات الحشريه فقط. صحيح تمام. فهي المبيدات الحشريه اصلا يعني ما نقول اذا هي اورجانيك يعني نحن جيده لصحتنا، صح ما فيها هرمون، في مبيدات حشريه فيها بريزرفاتيف اللي هي الحافظات الغذائيه، هذا كمان مضر. كمان الدجاج اوقات بنشوف الدجاج كثير كبيره، هي كمان محقونه هرمون طبعاً. كمان هذا الشيء بياثر على صحتنا وبسرع اذا كان عندنا امل يعني فرصه كثير بسيطه انه يصير معنا اي مرض، فنحن عم نكسر هذا الشيء بنوع الاطعمه. هي المشكله يعني نحن حكينا كل هدول العناصر لانه تساهم، وبالاساس ما فيك تضبطيها، يعني كلياتها هي بيئه اساسا مهيئه، لانه نحن عم نحكي عن الزراعه، عن الاكل، كلياته نحن بيركض ورا الشيء التجاري، المكسب المالي، المكسب الصحي. نحن اللي عم نحاول خلال شهر اكتوبر الوردي نعمل رساله توعيه عبر وسائلنا الاعلاميه، بس خلينا نحكي عن النظام الغذائي اللي له اثر ايجابي، يعني في كثير من الاطعمه هي اساسا بتساهم بتسرع، يعني احنا بنقول بدل ما ياخذ الموضوع 20 سنه لا بيصغر، بيصير خلال 5 سنوات ممكن يصاب هيدا الشخص. شو هو النظام الغذائي ضمن الامكانيات الماديه؟ يعني كمان الغلاء المعيشي اللي احنا عايشينه بيلعب دور، بده يروح ياخذ لحمه من وين ما كان لانه ارخص من اللحمه اللي انا فيني اشتريها يعني. فبدنا نعمل هيك بعض التفاصيل نحكي عن النظام الغذائي اللي قادرين اساسا نحن عليه. هو الحل الوسطي والكنترول، مثل ما قلنا انه الواحد يعمل كنترول على كل شيء بيتناوله بكميات معينه، وب يعني ما فينا نحن كل يوم ناخذ دجاج بالنهايه لانه نحن عم يضرنا هذا الشيء. هلا لا يصلح العطار ما افسده الدهر، اذا في شيء حيصير بجسمنا وخلص بتاكل جسمنا بشكل كامل، ما في شيء لا دواء ولا في اطعمه حتعالج الموضوع. نحن بنعلي المناعه عن طريق هاي الاطعمه، يعني اطعمه تحارب الاصابه بسرطان الثدي مثل البصل والثوم. البصل والثوم فيهم انتي اوكسيدنت، مضادات اكسده جدا عاليين، فيهم ماده الاليستين اللي هي الاليسين اللي هي الماده كثير
بتعطي طاقه وبتعطي مناعه قويه للجسم. سبق وحكينا عنها بفتره الكورونا كمان. هلا برجع للاسف في ناس ما بتاكل لا بصل ولا ثوم، هلا شو نسبتهم يعني نسبه الفائده اللي فيهم والوقايه الكبيره جدا عاليه. صح، بس في ناس مثلا بتتحسس، الاشخاص اللي عندهم مشاكل هضميه وقولون عصبي يمكن كثير ينأذوا منهم، بس نحن في عندنا مصادر ثانيه بدائل. في عندنا بدائل، فاذا ما اخذنا بصل وثوم ممكن ناخذ الكركم. تمرك الكركم فيه فوائد رائعه جدا جدا جدا، بيرفع مناعه الجسم، بيرفع عمليه اي اهم شيء مو غالي الكركم تماما، بيرفع عمليه الايض اللي هو ميتابوليزم تبع الجسم، وحرق الدهون بتصير بتتسرع عن طريق الكركم اذا ربطناه مع الفلفل الاسود. كيف يعني كيف اليوم نحن قادرين نربط الفلفل مع الكركم؟ نحن بنعرف الكركم يعني فوائده كثير حتى للبشره، لكل شيء يعني. باي مشروب اذا حطينا فيه كركم نحط ذره فلفل اسود، لانه هدول الذرات بيرتبطوا مع بعض. ابيض واسود نفس الشيء، هو الفلفل هو الاسود بيعطي فعاليه اكثر. لما نحن بنحط ذره فلفل اسود مع الكركم فهذا بترتبط الجزيئات مع بعضها بتعطي الفعاليه شو اكبر. يعني بيعلي حرق الجسم بنفس الوقت بيعطي مناعه اكبر. يعني انا المشروبات الصباحيه اي مشروب فيه زنجبيل وقرفه وكركم هو جدا رائع، بينظف الجسم، بيعمل ديتوكس للجسم وبيعطي مناعه عاليه. حتى المساء لما نحن بنتناوله كمان هذا المشروب بيعمل ريلاكس، بيهدي الجسم، فبيخلي عنا نوم عميق اكثر. بس كمان كثرته ما بتضر يعني، هلا في ناس بتعتبره انه هو احد اساليب مثلا تنزيل الوزن او ضبط الشهيه. لا لا، هو ما بنحكي نحن على تنزيل الوزن، لانه ما في صبايا كثير بيروحوا لموضوع الزنجبيل والكركم والفلفل كرمال انه يعملوا حميه او شيء، بس الكثره كمان يعني ما ما نصح. هلا قلنا الاعتدال هو كل شيء. الاشخاص اللي بيعانوا من امراض ما فين يتناولوا هذا الزنجبيل اصلا بكميه كثير كبيره. صح. يعني اثر بسيط باي مشروب لانه بيرفع دقات القلب، بيعمل تسرع دقات القلب. هلا فيني كمان نوه على الرمان، كل شيء لونه احمر فهو مثل لون الدم، فهو بيقوي الدم وبنفس الوقت فيه انتي اوكسيدنت كثير عادي تماما. الرمان والتوت السخنه هلا الزنجبيل البري. هدول قصص كثير هلا مع بدايه الشتاء. صح، هلا بتصير بنطلبهم بالشتاء اكثر من الصيف. بس بدي نوه على حب الديس، حب الديس هو اكثر شيء متوفر بساحل بالريف، الريف اللاذقيه وساحل السوري. حب الديس هو نفس التوت البري، لما بيكون احمر هو بيكون فوائده اكثر، كل ما كان حامض اكثر كل ما عليت فيه نسبه الانتي اوكسيدنت المضادات للاكسده بالجسم. اذا تناولناه ان كان كمشروب منقوع الوراء تبعه او اذا تناولناه عن طريق المخللات وهالاشياء. هلا كمان عندنا التفاح الاخضر كمان جدا مهم لمحاربه سرطان الثدي. ما فينا ننسى كمان الاسماك الدهنيه، الاسماك الدهنيه هلا ما بعرف انه هي موجوده الانواع بسوريا فعليا، بس هي كمان بتحارب كمان سرطان الثدي. البقوليات، الحمص، العدس، الفول، هدول بيحتوي على فيتامينات عاليه، فيتامين بي اللي بيرفع نسبه الحديد بالجسم. هلا السرطان الثدي بدنا ننوه على البيس تي. البيس تي هو اللي اكثر شيء مطلوب بهي المرحله ان كان فتره العلاج او ما قبل العلاج. هلا فتره ما قبل الاصابه فتره ما قبل الاصابه هدول الاطعمه ممكن تساعدنا. لازم نزيد من الالياف ونزيد من الحبوب الكامله ونزيد من البقوليات اذا كان اذا كانت سيده غير مصابه. اما اذا كانت سيده مصابه ما فينا ناخذ الياف كثير لانه بيعمل لها اسهال. صحيح. انا ما فيني اعطيها ادويه لتوقف الاسهال، وما فيني اعطيها كمان خضار زايده كمان تعمل لها اسهال، وما فيني اعطيها فواكه زايده، لانه الفواكه انا بقدر اخذ اكثر. اهم ثلاث انواع للفواكه للسيدات المصابات بسرطان الثدي هو الموز والتفاح والانجاص، هدول ثلاث انواع فاكهه بعد الإصابة بالسرطان. أما قبل نحن مسموح كل شيء، بس بعد بدنا نحافظ على الحركة المعوية، لأنه الكيموثيرابي لما نحن بنتعرض لأشعة بالعلاج الإشعاعي أو الكيماوي بتأذي الحركة المعوية، وبنفس الوقت كمان بتأذي الحلق، فمو أي نوع أكل ممكن فينا نتناوله. السيدة الطبيعية ممكن تتناول من 3 إلى 5 حصص من الكالسيوم.
ثلاث حصص كالسيوم او ثلاث يونس كالسيوم باليوم. اما السيده اللي مصابه بالسرطان لازم توصل للخمسه، لانه السيدات معرضين لينصابوا بهشاشه العظام بعد سن ال 40. صح، هشاشه العظام بحاجه نتناول كالسيوم، فيتامين دي، لانه اثنيناتهم بيكملوا بعضهم. كمان نحن لازم نرفع عمليه الايض، يعني استقلاب الجسم وحرق الدهون، لحتى ما يتراكم الدهون باسفل البطن ويصير ونصير معرضين اكثر للاصابه بسرطان الثدي. نرجع بنقول هي شغله اعتدال، واليوم اي صبيه مصابه بهذا المرض هي مفروض لرعايه طبيه. ومثل ما حكينا دكتور بنصائح سريعه، وقد اليوم دور الفيتامينات مهم اليوم اذا نحن ما قادرين ناخذها طبيعيا. فينا نروح للشيء الدوائي؟ طبعا 100%، لان احنا بعمر معين قبل انقطاع الدوره الشهريه او سن الامل نحن بنحاول قدر الامكان انه نتناولها عن طريق الاطعمه الغذائيه، بس بعد عمر معين ما في شيء بقى بيصلح الموضوع. اكيد نحن بنلجا للسبلمنتس. بعد ال 40 لازم نتناول الاوميجا 3 اللي ممكن نحصل عليها، اذا ما بدنا سبلمنتس ممكن نحصل عليها من بذور الشيا، من بذر الكتان، من الاسماك. كمان لازم ما ننسى الكالسيوم. الاثنين لما نحن بنتناول فيتامين د لازم نتناول معه كالسيوم، اذا مو جرعات يوميه هي جرعات شهريه. وحتى اذا كان عندنا نقص، هي بدي نوه عليها لانه كثير ناس بتغلط فيها، اذا كان عندي نقص بفيتامين د انا لازم مو بس اني اتناولها بالفتره العلاجيه، بس هلا يعني انا بتعوز فيتامين د عند الكل تماما بس بسبب نمط الحياه الخاطئ، يعني لازم اتناولها مو بس علاجي، يصير وقائي، وخصوصا للسيدات انه كل شهر ارجع ضل عم باخذ جرعه احتياطيه. الكالسيوم مثل ما قلنا اللي بيساعد على امتصاص الفيتامين د، والدال بيثبت الكالسيوم، والكالسيوم بيثبت الدال بالعظم. كمان نحاول من 3 لـ 5 مرات بالاسبوع اذا ما عندنا وقت، ولو نمشي بالبيت نص ساعه متواصله. الوجبات نقسمها بطريقه صح، 6 وجبات، واهم شيء ما ننسى شرب المي، ونبعد عن كل شيء بهارات، مقليات، معلبات، وفاست فود، ونبعد على الستريس. بعد عن كل شيء الستريس هي اهم شيء. كل هذا ما بيتطبق الا اذا كان في شويه رواء. اكيد الدكتوره نور ما نستري، بدنا نشكرك على وجودك معنا وعلى الطاقه الحلوه اللي دائما بتمنحيها لصباحنا. شكرا لكم وميرسي لاستضافتكم. بدي اقول انه وعيك هو شفائك، وعيك هو قوتك. كل ما سرعتي بالفحص المبكر عن سرطان الثدي كل ما حفظتي صحتك وصحه عائلتك. أكيد دكتورة، شكرا لحضورك وصباحك صحة وسلامة على طول. شكرا لك.